حسابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم استعمال البخاخات لمرضى الربو في أيام رمضان، وكذا قطرات العين والأنف إذا كان الإنسان صائما؟ أما قطرات العين والأنف فلا تجوز في يوم الصيام، لأنها تتسرب إلى الحلق، تتسرب إلى الحلق. فالإنسان إذا وضع القطرة في عينه أو في أذنه وجد طعمها في حلقه، لأنها تسربت إلى حلقه، فلا يجوز استعمالها في النهار، فيؤجلها إلى الليل. وأما استعمال البخاخ من أجل الربو، فالمصاب بالربو يعتبر مريضا، وقد أباح الله للمريض أن يفطر وأن يتعالج ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، يقضي بدله من أيام أخر في أيام صحته. نعم. قد لا يكون المريض الشيخ بالربو يحتاج في أدنى الحلقة، يمكن لا يكون يوما مستغنيا عنه طوال يوم. البخاخ ثبت أنه يشتمل على أدوية. نعم. يشتمل على أدوية ورطوبة ماء. نعم. فيه أدوية، ما هو مجرد هواء، إنما هو هواء مخلوط بأدوية ورطوبة، فهذا يؤثر على الصيام. ولكن المصاب بالربو نقول أنه مريض، والمريض يباح له الفطر والعلاج، ويقضي إذا تيسر له ذلك من أيام أخرى. نعم.